هي أنه لا، أي فلسطين موجودين والأردن مش فلسطين. هذا كان من هنا أهمية مدريد التاريخية بالنسبة لي. هذه أهميتها الأساسية لهذا الأمر. الأردن اتهم بسبب ذلك، وهو ما يحسبه الأردن لصالحه، ولكنه اتهم بعكس ذلك، وهو محاولة إعادة استيعاب الفلسطينيين وإعادة وضعهم تحت جناحه. بسألني كيف بدنا نسلم؟ أنت أصلاً فاتين من الباب وإحنا منفوت من الباب، بس نوقفك مد إيدك سلم عليهم سلام. رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي، الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.